ماما. نعم. بقول لك ايه، ما عندكيش اي كيس من بتوع الاوتيل؟ لا، اصل عايزه اودي مكنه القهوه دي هديه للواد حماده عشان شقته الجديده. لا المكنه لا. ليه؟ خدي له الغلايه. لا المكنه اشيك. لا المكنه دي كانت بتعمل فيها قهوه بتظبط لي دماغي، وبعدين غاليه. هبقى اجيب لك واحده تانية. ولا هتجيبي ولا هتعملي. طب لقيتي كيس عندك ولا لا؟ لا ما عنديش. خلاص هحطه له في الشنطه. ايه هو كده اشيك برضه. يا سكر سكر، ازيك يا فتحي؟ ازيك يا ست الناس؟ مبروك كبرت الصاله بتاعتك يعني. اه شفتي شغلي فاخر على الاخر، وانت كمان مبروك على شعرك. ايه الالوان اللؤلؤي دي؟ انت هتحسدني ولا ايه يا فتحي؟ حسدك على ايه؟ ما كلها عارفه بعضها وكلها في شارع واحد. في ايه يا سكر؟ القصد انا شفتك كده من شويه انت والحاجه والاموره، والكثافه تندهلك والله. كثافه تنده عليا؟ وتنده عليا ليه يا فتحي؟ هو في حوار بينا لا مؤاخذه؟ في يا سكر؟ أنا قلت أقول لك يعني لو أنت مزنوقة في حكاية ولا عندك حوار زي بتاع البنك ده، فتحي موجود. لا يا حبيبي ما بقاش في مصالح خلاص، هي كانت مصلحة يتيمة وخلاص خلصت. خلصت؟ هو أنت صرفت فلوسك في إيه يا سكر؟ وأنت مال أهلك يا فتحي؟ وأنا سألتك صرفت فلوسك فين؟ طب وليه الغلط طيب؟ أنا بسأل عليكي وبطمن، لا تكوني رميتيهم هنا ولا هنا، شغالين مع فتحي. يعني سوبر ماركت، عطارة. لما تلاقي معالم الفخفخة بنت عليا هتبقى تعرف صرفت فلوسي على ايه. هو في اكتر من كده معالم الفخفخه؟ خلاص اعتبر صرفت فلوسي على فخفختي. لا واضح ان انت صرفت فلوسك على فخفختي، بس حلو اللون ده قوي قوي، ان شاء الله عليك اصلا. صحيح يا فتحي البت نجلاء راحت فين؟ هشتها والله العظيم هشتها، جيت اخنه زي ما انا دلوقتي مع سامح خدت الفلوس وعماله ايه. طب كويس، بقول لك ايه يا فتحي؟ المصلحه اللي بينا خلاص خلصت، فبلاش تنط لي في الرايحه والجايه. ما اقدرش يا سكر، انت في قلبي. سلام يا فتحي. سلامة يا فخفخة.